تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقاً للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة. عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للمواعيد الآتية: خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر. أن تبقى أهلاً للأمانة وموضعاً للثقة وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.